القطاع الحكومي، عندنا أراضي وعندنا قسم من البنايات جاهزة ما يراد لها فقط ترميم. ليش الحكومة ما قاعدة تسعى لإعادة هذه المولات للأسواق المركزية؟ الأسواق المركزية هي حالياً شركة متهالكة، لا توجد لديها أي بنية تحتية ولا حتى أموال. سابقاً قبل 2003 عملية دعم الأسواق المركزية كانت تتم من قبل الحكومة. المالية ايش قد تخصص لها كل سنة؟ لا تخصص لنا سوى رواتب الإسمية للموظفين. ليش هالأهمال هذا بالنسبة للأسواقات المركزية؟ البنايات ليش متروكة؟ ليش ما تستغل؟ ليش ما يأجروها للناس إذا ما يقدرون هم، يعني ما عادوا باستطاعتهم، وهم باستطاعتهم طبعاً. الأورز دي نعمة كان للناس، وهسه صار المول اللي حالياً نقمة على الناس. أكو إيرادات الدولة، هو أكو شراكة بين بالعقد بينكم وبين الأسواق المركزية، نعم. تمام؟ نعم. فافتتاحها ونجاحها أيضاً مورد جزء من عند الدولة. أكيد المول بمنفعة عامة، وإحنا اهتمينا الحقيقة بالمول مو بس الأغراض التسويقية، كذلك الترفيهية. تدري هذه كذلك تجيب إيرادات جيدة جداً. انتشار الفساد التجاري بحيث قامت توصلنا بضاعة تنزل من باب المعظم توصل لي باب الشرجي، شوف لك 6000 فقرة مطروحة على الرصيف وعلى العربات. هاي كلها تدمير للاقتصاد للصناعة العراقية. بعد أن كانت علامة فارقة في الاقتصاد العراقي قبل العام 2003، أصبحت ركاماً يشير إلى حال الوضع الاقتصادي والتجاري في البلاد. إدارة الأسواق المركزية بدت شبه عاجزة عن النهوض بواقع تلك الأسواق، والمدير العام شكت من تكبيلها بإجراءات روتينية تعيق عملها، فما كان منها إلا أن تناشد عبر برنامجنا رئاسة الوزراء بإلغاء بعض القرارات التي وصفتها بأنها تنسف أي جهد لإعادة الحياة إلى بنايات الأسواق المركزية. نتحدث اليوم عن بالبداية كم عدد الأسواق المركزية في العراق؟ عدد الأسواق المركزية هي توجد لدينا في كل محافظة عراقية سوق مركزي، عدا محافظة نينوى لدينا أسواق اثنين، وفي محافظة الأنبار السوق المركزي قبل 2003 تم منحها إلى ديوان الوقف السني. إذن طيب، معناها لدينا 18 سوق مركزي على عموم العراق. اللي يشتغل من عندهم كم سوق؟ حاليا ولا سوق. ولا سوق. ولا سوق نهائيا. ست، هو تعريف الأسواق المركزية بالحداثة اليوم هو مول. نعم هو مول بالتعريف العام. نعم بالتعريف باللغة الإنجليزية هو مول. مو صحيح. يعني معناها مجموعة. 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 طيب اليوم احنا ليش نشوف اكو الجانب القطاع الخاص اكو كمية كبيرة من المولات في العراق، لكن في القطاع الحكومي عندنا أراضي وعندنا قسم من البنايات جاهزة ما يراد لها فقط ترميم. نعم. ليش الحكومة ما قاعدة تسعى لإعادة هذه المولات للأسواق المركزية؟ الأسواق المركزية هي حاليا شركة متهالكة، لا توجد لديها أي بنية تحتية ولا حتى أموال. سابقا قبل 2003 عملية دعم الأسواق المركزية كانت تتم من قبل الحكومة. توجد دعم حكومي وأموال معفاة من الضرائب والجمارك، أما في الوقت الحاضر الأسواق المركزية تعامل معاملة القطاع الخاص. وزارة المالية ايش قد تخصص لها كل سنة؟ لا تخصص لنا سوى رواتب الإسمية للموظفين فقط؟ نعم، وباقي إيرادات الشركة نستخدمها في النفقات التشغيلية. طيب أيه؟ من خلال يعني إدارتك لهذه الشركة المهمة، شفتي أكو إرادة لتحطيم هذه الأسواق؟ شفتي أكو إرادة أن يكون هذا السوق غير منتج في سبيل أن يكون أكو القطاع الخاص منتج أكثر؟ طبعاً بالتأكيد، بسبب كون هذه مساحة الأسواق مساحة كبيرة لا تقارن بالأسواق التي تم إنشاءها من قبل القطاع الخاص، فبالفعل إذا تم تهيئة هذه الأسواق وإنشاءها سوف يشكل منافسة كبيرة للقطاع الخاص. على من تقع مسؤولية إعادة الأسواق المركزية؟ على رئيس الوزراء أم على وزير التجارة؟
أنا لا أستطيع أن أحملها إلى شخص محدد بصراحة، لأنه أيضا الإدارات العامة التي تولت إدارة الشركة تتحمل جزء كبير من هذا الموضوع، لأنه كان يفترض أن لا تبقى هذه المساحات الشاسعة الواقعة في مواقع استراتيجية من بغداد والمحافظات بهذا الشكل منذ 2003 ولغاية نحن اليوم 2021. المولات الموجودة في جانب المنصور تقريبا مساحتهن شقد حتى نسوي مقارنة مفارقة بين الأهلية؟ الأهلي أنا ما أقدر يعني أتوقع، لكنه أعتقد ما تعبر الأربعة دونم؟ لا متعبر. طيب في حال ايش قد عندنا احنا بالاسواق المركزيه مساحات؟ مساحاتنا 8 دونم فما فوق. 8 دونم فما فوق، نعم، تصل يعني الى 16 دونم او 17 دونم، يعني ضعفين الى ثلاث اضعاف المساحه. نعم صحيح، بالتالي فضاء واسع اكيد انشاء سوق تجاري على هذه المساحه سيكون الى صدى اكبر مما فيما يخص اسواق تجاريه تابعه للقطاع الخاص. طيب مجلس النواب ما استعانت به اللجان الخاصة بالاقتصاد، اللجان الخاصة بالصناعة، يعني ما توجهتي لمجلس النواب؟ لا ما توجهت، لكنه كانت لدينا مخاطبات في الدائرة القانونية، خاطبت مكتب رئيس الوزراء من أجل إلغاء القرار 128 لترك وفسح المجال أمام الأسواق المركزية للتصرف بأملاكها وعقاراتها وفق القوانين والتشريعات. وأيضا في عام 2021 أيضا أجرينا مخاطبات مع مكتب رئيس الوزراء، لكن لغاية الآن لا توجد لدينا أي إجابة. إرادج قرار صار من رئيس الوزراء حتى أكيد. تستعيدين الأسواق أكيد. المركزية إلك؟ نعم، لأن حاليا أنا مقيدة، لا أستطيع أن أتصرف بالأسواق إلا وفق هذا القرار حددني، انطاني املاكي ايش تستخدميها، هذا سوق تجاري، هذا استثمار، هذا صناعي، هذا ينباع، هذا ايجار، فحددني، وهذا يعني يتعارض مع مهام مجلس الاداره في الشركه. طيب نعم. خلال اليوم مراجعتك لتاريخ هذه الشركه كيف كانت تعمل سابقا وشنو كان مواردها وانتاجها واي الوزارات كانت داعمه؟ القطاع الحكومي من المتكاتف مع الشركة العامة للأسواق المركزية؟ إذا نرجع قبل 2003 كل الوزارات والشركات الحكومية كانت داعمة للأسواق المركزية. كانت شركات وزارة الصناعة والمعادن منتج المحلي يتم تسويقها عن طريق الأسواق المركزية. أيضا كانت لدينا الأسواق الحرة اللي هي معفات من الضرائب والجمارك، وحاليا بناياتها يعني مشغولة ومستغلة من قبل جهات أخرى، هذا أيضا كنشاط آخر هو لم يمارس لغاية عام 2021. وافقنا على إنشاء سوق حرة في مقر الشركة. عندكم دعاوى قضائية ضد جهات على مود تسترجعون الأسواق المركزية؟ نعم، لدينا دعاوى قضائية ضد وزارة الكهرباء، ضد هيئة الحج الشعبي، ضد وزارة الصناعة، كثير من الوزارات احنا قائمين على الجانب القانوني ماشيين به. نعم طيب أكيد. شنو الأفضل للأسواق المركزية، إحالتها للاستثمار لو لا إعادتها حكوميا؟ هي حتى في كون إحالتها للاستثمار هي في كل الأحوال الأصول تبقى مملوكة للدولة، لكنه القطاع الخاص سوف يكون شريك لنا، وبنفس الوقت احنا ايضا راح نشارك في الايرادات اللي راح يتحصل عليها، اضافه الى انه هذه قطعه الارض سوف تكون مقابل بدل ايجار. شنو موضوع اتهامات حول بعض النواب بالدخول بهذا المعترك، الدخول بشبهات فساد حول الاسواق المركزيه، بعض اعضاء مجلس النواب يريدون يستغلوها لجهات حزبيه، شنو هذا الموضوع؟ النواب دا يفترون على الأسواق المركزية اليوم. والله هم شافوا أنه أكو عمل في داخل الشركة، يعني أكو إرادة في حالة هذه الأسواق، يعني وعمل سريع، بالتالي أكيد يعني كثير من الجهات السياسية تحاول أنه تحصل على هذه الامتيازات، أكيد يعني هذا مسألة طبيعية، هذا واقع، يعني واقع الحال. يعني تعاني من هاي القضية، قضية أكيد يعني يتم إحالة سوق إلى الاستثمار، كثير من الجهات تدخل على الموضوع، في حين احنا لدينا لجان فتح ولجان تحليل ولجان قانونيه وفنيه وماليه. اكو من يريد يعبر هاي اللجان؟ نعم، هناك من يريد ان يعبر هذه الاليه القانونيه، وهذا طيب. يعني احنا نفهم الاخرين انه هذا مو بايدنا، يعني انه طيب. هذه اليه يجب ان نسير عليها، وبالتالي الاستحقاق سوف يكون لمن تنطبق عليه شروط اليوم. الشركه العامه للاسواق المركزيه تعلن عن احاله او طيب. عن تاجير او عن استثمار، الشركات بتجيكم بالمستوى المطلوب لو لا؟ أنا اللي يعني من خلال تجربتي اللي هي تقريبا 7 أشهر صار، اللي شفته حقيقة هناك من يعني أدى يعني قام بعملية الاستثمار بالوجه الأكمل كما هو الحال في عندنا تاجر خليفة. نعم أنا جايج على تاجر خليفة، لكنه حاليا الأسواق اللي عارضتها
لاحظ انه لا ليس بالمستوى طيب المطلوب. طيب المستنصريه اسواق المستنصريه. سوق المستنصريه نعم. ليش هيك وضعها من 2003؟ يعني من 2003 وقت صحيح. طويل جدا طويل. ما فكرتوا تهدوا لهذا المكان؟ ما فكرتوا تدزوا الشركة تعيد هو كان بناء. يفترض على الإدارات السابقة أنه تفكر بهذا المكان وتجي إليه وتشوف موقعه وتشوف يعني ما حصل لهذا السوق. أرجع وأقول لك أنه أنا استلمت يعني مصار لي 7 أشهر تركة؟ طبعا أكيد تركة ثقيلة جدا. طيب ثقيلة جدا. وأرجع أقول لك الشركة متهالكة. شنو تحتاجي حتى نعيد هذا السوق بما أنه إحنا موجودين؟ هسه هو حاليا تم إعلانه للاستثمار وتقدمت شركات بحدود 5 شركات وهي قيد الفتح والتحليل وننظر أنه إلى من سوف يتم إحالة هذه الفرصة في حال الاستثمارية. أحيل إلى إحدى الشركات نعم. حيكون أرباحها قسم من أرباحها للشركة نعم نشترك بالإيرادات وبدل الأرض سوف يكون هناك بدل إيجار. أنا أكو جانب قد ما سولفنا به بس أريد أن أنوه عنه بالأخير إيه؟ إعادة الأسواق المركزية معناها إعادة اليد العاملة أكيد. تشغيل البطالة تشغيل إضافة إلى أنه الإيرادات أيضا سوف تذهب 50% منها إلى الدولة إلى وزارة المالية فحيرجع لصندوق الدولة مبالغ كثير من وشباب يشتغلون أكيد كثير من الامتيازات راح تعود على الدولة في حالة تشغيل الأسواق المركزية. شنو تحتاج زهرة القيلاني حتى تنهض بالأسواق المركزية؟ أحتاج إلى إلغاء القرار 128 لسنة 2017 تمام. لأن هذا القرار أيضا ليس فقط أنه ألزمني بتحديد عملية الاستغلال الأملاك والعقارات وإنما أجبرني على إحالة الموظفين على التقاعد والآن حاليا الشركة تعمل ب 800 موظف فقط على عموم العراق. هذا نداء وطني من خلالك نوجه للسيد رئيس الوزراء المحترم وللمكتب الإعلامي المحترمين أنه هذا يعني مطلب وطني مطلب مو بس وطني. مطلبك أكيد أكيد. لأنه إعادة الأسواق المركزية هي تأريخ وفي الذاكرة لها أثر صحيح. كبير ايه؟ الأسواق المركزية لابد أن تعود إلى الحياة أكيد إلى تأثير على الاقتصاد العراقي تأثير كبير صح. خاصة من ناحية البطالة يعني إحنا ممكن أن نوفر 500 فرصة عمل في كل سوق وممكن أكثر. وزارة الصناعة قبل ما أختم لا تتداخل بشغلكم شنو موضوع؟ أي نعم وزارة الصناعة تمارس نشاطنا نحن في نظامنا الداخلي وبياننا التأسيسي لدينا ما يسمى بعقود بعمولة التصريف لكن وزارة الصناعة تمارس نفس النشاط وبالتالي هناك الكثير من العقود نخسرها بسبب ذلك تمام نعم. فهذا من أيضا يراد قضية تنظيمية بينكم لكن أيضا لا تزال وزارات أخرى مثل الداخلية والتربية ووزارة النفط لا تزال مصرة على التعامل مع الأسواق. مواطنون استذكروا ما كانت تقدمه الأسواق المركزية قبل الاحتلال وكيف إن العراق سبق بلدان المنطقة بالمولات التجارية وشددوا على إن الأحزاب الحاكمة ولجانها الاقتصادية التي تملك وتدير المولات الأهلية هي من تقف عائقاً أمام رجوع العمل بتلك المجمعات التجارية الحكومية. يطب المواطن يعني شي يشوف أسعار كلش مناسبة يتبضع وهاي ويطلع هسه بصراحة من نفوت ونشوف ماكو أصلاً ما لها أثر بعد الأسواق ما لها وجود أصلاً يعني واحد شقد ينقهر ليش مو هاي كانت فايدة المواطن ليش كل شيء في يد المواطن هسه نحرم من عنده ليش يعني بالدرجة الأولى هذا الإهمال هو لو يدعمهم إلهم لو يخدمهم إلهم كان مهم له بس هذا الإهمال أكيد يعني من هم لو المواطن لأن هم المستفادين شلون اللقمة الزينة اللقمة الدسمة صارت لهم ويذبون للشعب هاي الفتافيت يعني يقتاتل الفقير عيمن والله أكو ناس تدور حشل يسمع يعني بالمهملات وبالهاي يدورون أكل على مود يأكلون الفقراء فأكيد أكو جهات مستفادة والبلد صار بيد هاي الجهات ويا للأسف على العراق اللي قامت بحكم هاي الطبقة وانهمل المواطن العراقي منهمل من كل شيء على من أجي لك على المتقاعدين أجي لك على الموظف البسيط زين هم إلهم اللقمة الدسمة وذول إلهم الفتافيت أكيد راح تكون يد عاملة هاي بالدرجة الأولى يعني اليد العاملة هاي منتهين من عدها راح تنفتح بيوت زين راح الفقير هم يستفاد راح يطب أكو أشياء عندك المواد المنزلية الأطعمة هاي كلها يعني أسعارها مناسبة على الأقل هاي من جهة واحدة أنتوا دعموا الفقراء من جهة واحدة ساعدوهم ما قلنا لكم تعالوا افتحوا لهم هذيك المولات الضخمة بأسعار زهيدة كلها ماركات عالمية ما قلنا لكم احنا هيك شيء بس قلنا لكم فشي بسيط ادعموا بيه الفقير خليه يعيش خليه يتشلب بفشي بهاي الدنيا على مود يعيش عائلته وأطفاله وهاي الكلمة الأخيرة اللي أوجهها أقول يا للأسف يا للأسف عليك يا العراق اللي اجتك هيك طبقة حاكمة بحيث هيك ظلموك هذا الظلم يا للأسف عليك يا العراق كانت العالم تتباهى بيه
تتباهى بالعراق، اسمنا كان رائد يعني بكل دول العالم معروف. هسه احنا جوازنا أسوأ جواز، يا للاسف عليكم، يا للاسف عليكم هاي الطبقه الحاكمه، والله حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. بس هاي اللي اقولها. والله حقيقه الاهمال هو من الدوله، وصراحه الكل كان مستفاد، الشعب العراقي كله مستفاد، كافه طبقات يعني مستفادين. انا عشت ايامها وشفت الاسواقات المركزيه واستفادينا من عندها وكل الشعب مستفاد من عندها. بس حقيقة حاليا الدولة هملت هذا المجال وانترك، من صار له 20 سنة تقريبا والناس ما مستفادة من عنده. برأيي المتواضع أكيد أكو يعني متقصدين بيها، بس شنو الغاية من عندها الله أعلم. ولا ليش يعني هل بنيان هاي حرامات مهمولة وتاركيها ويستفاد من عندها الشعب، وخصوصا يعني الناشط وزارة التجارة، يعني ليش هالإهمال هذا بالنسبة للأسواقات المركزية؟ البنايات ليش متروكة؟ ليش ما تستغل؟ ليش ما يأجروها للناس إذا ما يقدرون هم يعني ما عادوا باستطاعتهم، وهم باستطاعتهم طبعا، ليش ما يأجروها للناس يسووها مثلا خصخصة أو أي شيء؟ يعني ليش هالبنيان متروك يجي؟ والله كانوا مستفادين من عندها الشعب، يعني يشترون، ومستفادين من عندها الناس اللي تشتغل، يعني مئات العوائل، يعني مئات الموظفين، كل موظف عنده عائلة، الكل مستفادة اللي يشتغل بيها واللي يشتري من عندها، وكنا نروح ونشتري من عندها أسعارها جدا مناسبة، وتساعد الطبقة بصراحة الوسطى والفقيرة يعني حتى بصراحة حتى المتمكن كان يروح ويشتري من عندها. يعني بالثمانيات لما كانت الأسواق المركزية العراقية موجودة تشوف بنيانها وتشوف فشي متطور، يمكن حتى بأوروبا ما تلقى هيك شيء. اللي هسه حاليا يعني متعجبين هالمولات والهذا، يعني هو عبارة عن مول كان واللي ما كان موجود بالخارج وما تشوفه، فللأسف يعني هذا هيك تاركين. على ما أعتقد يعني إهمال متعمد من قبل الحكومات المتعاقبة، زين، ولذلك سبب يعني كثرة المولات، زين، وتسلط عليها تجار، زين، لأن الأسواق المركزية كانت تدعم المنتج الوطني واليد العاملة ومستفاد من عندها المواطن والموظف، زين، الأسواق المركزية بذاك الزمن القبل، ولكن هسه انمحت الأسواق المركزية، ما نعرف المستفاد منه، ما أعرف يعني التاجر، الحكومة، ما أعرف شنو السبب، يعني احنا نبحث عن السبب. اسعار سابقا الاسواق المركزيه المحليه، والشيء الحلو كانت بكل منطقه اسواق مركزيه، اسواق المنصور، اسواق حي العدل المركزيه، اسواق حي العامل المركزيه، زين، يعني شبه المول اللي هسه اللي موجود، بس ما شاء الله اسواق هسه اسعار المولات اضعاف خياليه واسعار خياليه. كان بالاسواق المركزيه المنتج مدعوم من الدولة ومدعوم من التاجر، وأسعار مخفضة جدا مخفضة، وش تريد موجود، زين، مشتغل بيها اليد العامل العراقي، ومستفاد من عندها الموظف، ومستفاد من عندها المواطن الاعتيادي بالتسوق، وموجود 24 ساعة. بس هسه كل شيء انقلب أهلي أهلي، كل شيء أهلي، الأسواق أهلية، المولات أهلية، كل شيء أهلي للأسف. والله على ما أعتقد أكو جهات متنفذة مستفادة من عدم تهيئة الأسواق المركزية السابقة، لأن كنا تعرضاً للإهمال وللهدم وللحرق، زين، وما عادة تعميرهن شيء يخفى عن المواطن. ليش مدى يسوهن ما حد يعرف. من بدأت التغيير هنا فرق من السماء للقاع. قبل كان أكو نظام، أكو دعم للمواطن، هسه اختلفت الوضعية، هسه ماكو أي دعم بكل قطاعات، مو بس الأسواق، بكل قطاعات المجتمع. يعني الفقير تعبان، هل كان من كل النواحي، مو بس الأسواق. طبعا الأسواق المركزية كانت دعم للفقير، برا تنباع $100 القاط، بالأسواق تقدر تحصله ب25 ب30، القميص، البنطرون، أي شيء بالأسواق، حتى المواد الغذائية. ماكو نسبة بين قبل وهسه. قبل كانت اكو قانون
يحكم البلد، يحكم البضاعة تدخل، يحكم الأدوية تدخل، بكل قطاعات المجتمع. زين هسه على قولت أبو المثل فالتو، طبيعي عمي طبيعي، هو كل إنسان مسؤول عن الدولة، هو مسؤول عن مجتمع كامل. يعني إذا رئيس الدولة ما مسؤول عن مجتمع كامل، إذن حدث ولا حرج. فهو أنا أبو بيت، أنا غير أوفر البيت كل شيء، إذا أنا أهمل بيتي طبيعي راح يصير فالتو، العائلة راح تسيب هذا. ليش تصير هاي الشغلات؟ هاي الشغلات لأن ماكو نظام، ماكو إدامة للمجتمع، ماكو خدمات، ماكو تعيينات، ماكو حقوق إنسان. فطبعاً تصير هاي الشغلات. عمي قبل كان أكو رقابة على 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 كل المواد للطب. أنا كفقير كنت أقدر أشتري من الأسواق، والزنقين يقدر يشتري من برا. يعني أنا القاطل برا ينباع، لو فرضنا الأجنبي ينباع $100، بينما القاطل الدعمة الدولة ينباع ب20-30-35 بالزايد. طبعا فرق من السماء القاع، يقدر الفقير يلبس، والزنقين إذا عجبه يأخذ غالي. زين فهذا الفرق بين قبل وهسه. هسه ماكو دعم دولة، ماكو، أكو بس قطاع خاص. فالفقير تعبان يروح يشتري من البالات، أكثر العالم تشتري قميص بنطرون سترة من البالات، ما يقدر يشتري من أسواق. بهذا الموقع اللي متواجدين به حاليا نريد نبذة تعريفية للسادة المشاهدين، اسمه وشنو حيكون هذا الموقع. تمام، احنا حاليا في أكبر مول بالعراق، اسم المول هو مول خليفة، اللي في منطقة المنصور قرب أبو جعفر المنصور. المول على مساحة أرض 46,000 متر مربع، ويشغل مساحة المول بالطابق 36,000 متر مربع. المول الحقيقة لكل طابق. نعم، المول دا يتنفذ على 4 مراحل. المرحلة اللي احنا واقفين بها هي الاكزيستنج اللي موجودة. طيب. وفي عندنا 3 مراحل إضافية. المرحلة الثانية هي الاكستنشن للمول، والمرحلة الثالثة راح تكون كار بارك بيلدينج، اللي هي بناية متعددة الطوابق. طيب. حتى نقدر نحل مشكلة الباركينج بمنطقة المنصور، خصوصا هي منطقة مزدحمة. فاحنا فكرنا بهذا الموضوع لتخفيف الازدحام، انه راح نسوي بناية متعددة الطوابق لأغراض جراج السيارات. يشيل كم سيارة؟ تقريبا 2700 سيارة. وهذه طبعا حاليا هي من اولى الخطوات اللي بالعراق بالمولات اللي يسووها، انه طيب ننفذ الارض. مو ملك خاص، استثماريه مع الاسواق المركزيه. مضبوط، مع الاسواق المركزيه وهيئه استثمار بغداد. عندكم عقدين؟ نعم معهم عقود استثمار. استثماركم لمده كم سنه؟ 50 سنه. الاستثمار لمده 50 سنه. والمول بالحقيقه، بس اكمل لك على المرحله الرابعه. نعم. في عندنا هوتيل كذلك راح يكون مع المول. وهذا الهوتيل راح يكون له مدخل بالمول. هي بالحقيقه المول من تصميمه من شركة أمريكية، هي شركة رائدة بالمولات التجارية، اللي صممت مول دبي، صممت اسطنبول مول، كذلك المناطق الصناعية في دبي. هي اللي سوت لنا التصميم، فراح يكون مول أعتقد رائد كذلك. راح يكون في العراق. المساحة يمكن هو أكبر مساحة عندنا. أكبر، نعم، حيكون أكبر مول إن شاء طيب. الله في العراق. أستاذ اليوم نتحدث عن الجانب الدولة، خلينا نتحدث عن الإيرادات. أكو إيرادات الدولة، هو أكو شراكة بالعقد بينكم وبين الأسواق المركزية. نعم. تمام؟ نعم. فافتتاحها ونجاحها أيضا مورد جزء من عند الدولة. أكيد. فهذا بمنفعة عامة. أكيد المول بمنفعة عامة، وإحنا اهتمينا الحقيقة بالمول مو بس الأغراض التسويقية، كذلك الترفيهية. تدري هذه كذلك تجيب إيرادات جيدة جدا. يعني في عندنا احنا 3 طوابق مول، وعندنا طابقين راح يكون للانترتينمنت، اللي هي راح تكون سينما، عندنا منطقة ألعاب. طيب. عندنا الفود كورتس في اكثر من مكان راح تكون موجودة بالمول. طيب اليوم انت تشوف يعني هذا عالم المولات، هذه المساحات الضخمة للتسوق للترفيه، يحتاجها العراق، تحتاجها بغداد تحديدا. اكيد يحتاجها، وخصوصا بهذا المستوى، بهذا المستوى العالي. لان نحتاج احنا بالعراق حاليا. طيب. الى هيك مستوى من المولات. من خلال تجواننا بهذا الموقع سمعنا اكو تجاوز على ارض المشروع، على واجهه المول. سولف لنا شلون التجاوز صار، وهل اكو دعاوى قضائيه ام لا؟ نعم، بالحقيقة احنا واجهة المول 350 متر.
لكن للأسف يعني المول المجاور استغلوا المنطقة هذه اللي هي الواجهة للبناية بوضع باركات لهم للمول، وبالتالي اللي صفت عندنا المنطقة هي فقط 27 متر، وإحنا حالياً في دعوة قضائية ونحاول أنه يعني نرجع هذا حقوقنا بهذا الموضوع. فيما يخص يعني الجهات الحكومية، سمعنا أنه أنتم تريدون تناجدون الجهات العليا بالدولة. نعم. على مود يكون أكو ديمومة ونجاح لهذا المشروع، لمن توجهون رسالة؟ أكيد إحنا نوجه رسالتنا إلى مكتب رئيس الوزراء لدعم مثل هيك مشروع يرتقي بالبلد، وخصوصاً بهذا الحجم يعني وبهذا المستوى اللي يضاهي مولات الموجودة بكل العالم، خصوصاً بعد ما خبرتك أنه الديزاين من شركة أمريكية. البراندات اللي راح نتعامل وياها هي كلها من برا، موجودة من دبي، أنظمة المصاعد، السلالم الكهربائية، يعني ده نحاول نكون يعني أعلى تقنية ممكنة نقدر نوصل بها المول، وهذا راح يخدم يعني أكيد يخدم البلد، وبالتالي يعني نتمنى الدعم من الدولة بهذا الخصوص، بالتالي هو للصالح العام. خبراء اقتصاديون انتقدوا عدم وجود خطة حكومية اقتصادية واضحة، وحال تلك الأسواق المركزية ما هو إلا انعكاس لتخبط الدولة في إيجاد حلول ناجعة تنهض بواقع الاقتصاد في البلاد، مشيرين إلى أن عودة تلك الأسواق إلى العمل سيوفر عدداً كبيراً من فرص العمل، إضافة إلى دعم الصناعة العراقية وترشيد عملية الاستيراد التي أغرقت الأسواق بالمنتجات الأجنبية. دكتور، نتحدث عن الأسواق المركزية، هذا الصرح الاقتصادي الكبير، لماذا وصل إلى حاله الآن المتردي المزري؟ طبعا قبل الأسواق المركزية كان أورزديبك أيضا قطاع نشاط اقتصادي متميز، اللي ملاحظ عليه أنه نشاطات استهلاكية، مع فورة الاقتصاد، مع ارتفاع القوة الشرائية للمواطن العراقي بالسبعينات وتحسن الوضع الاقتصادي بشكل عام، هاي مشهودة دوليا. طيب. وجدت الأسواق المركزية، السياسة اللي كانت ذاك الوقت سياسة اشتراكية، فالأسواق المركزية كانت تقودها الدولة المتمثلة بوزارة التجارة. أكيد. طيب. وكان هناك جت فترة عندنا نوعين من وزارة التجارة، وزارة التجارة الداخلية ووزارة التجارة الخارجية. فكل الوزارتين كانت تشتغل وتتعامل مع هذه الأسواق كصرح اقتصادي متميز، أعطى صورة واضحة إلى ارتفاع مستوى المعاشي للمواطن للفرد العراقي نتيجة استيراد البضائع، وعلما أنها كانت توصل إلى أقصى يعني وحدة إدارية البضاعة مالتها. طيب. المتغيرات الاقتصادية اللي صارت والحصار والحرب والمعرف إيش بدأت تخف. في الحصار رجعت نسبة الأسواق المركزية إلى 30% أو 40%، قبل كان الأجنبي اللي يشتغل بالشركة بالعراق يروح يسوق منها ويشتري مكملات بضاعة. طيب. اتحولت من البضاعة الاستهلاكية في زمن أورزدي إلى بضاعة يعني تدخل في وسائل الإنتاج. يعني تجي تلقى عندك ماطورات، أدوات احتياطية، مكائن صغيرة. أي مو الاستهلاك المباشر. مو استهلاك مباشر، يعني تطور وضعها. بالحصار كان الموظف إلى حصة مؤقتة شهريا محددة، 35 دينار الحصة، يأخذ بها 14-15 مادة من المختلف، وإلى حد الآن تنزل في بعض الأسواق يقول لك هذا مال الأسواق المركزية، ماركة. وكان حتى حدثون عن جودة الإنتاج، جودة عالية يظهر بالأسواق، جودة عالية لأن استيرادات الدولة. طيب. بعد الحرب
هالأسواق المركزية أصبحت خراب، يعني نظافة وشرف المعتدي هاي شركة بيها تدمرها، يعني هاي أدنى من مستوى، ما تمثل نظام سياسي، وحتى إذا مثلت هي أسواق مركزية للمواطن أنت جاي مدمرها على إيش؟ هذا يعني أخلاقية المستعمر ما بيها مجال. بعد 2003 فشلت وزارة التجارة أن تحولها إلى مورد مالي، فشل ذريع، رغم توفر الإمكانيات المادية في فترات معينة. نعم. حال وزارة التجارة حال بقية الدوائر من فساد وسوء إدارة وجهلة هذا الموضوع. الأسواق المركزية علامة فارقة في الوطن العربي، ماكو مثل هذه الأسواق حكومية متعددة، يعني يمكن فد 3000 فقرة أو آيتم تجاري. كانت المنتجات الوطنية لما كان أكو منتج وطني تدخل بالأسواق المركزية ويصير بها تسوق كامل وسحب، تجي بضاعة أجنبية تجي بضاعة وطنية، تلاحظ أنه توجه على الوطني. طيب دكتور عفوا المقاطعة، هذا الأمر يأخذنا إلى مكان آخر. اليوم الحديث عن عجز وزارة التجارة، وزارة التجارة ردت على هذا التساؤل أو هذا الاتهام بأنه هي فشلت بهاي القضية إدارة الأسواق المركزية، أنه ردها كان أنه وزارة المالية وهرم السلطة ما خصص أموال للأسواق المركزية ولا أعطى الضوء الأخضر من رئيس وزراء، من رئيس جمهورية، من رئيس برلمان، ما أعطوا الضوء الأخضر لافتتاح الأسواق المركزية. هاي إذا بدينا من القمة، إذا بدينا من الوزارة قدمت دراسات جدوى على فعالية الأسواق المركزية بالسوق، قدمت دراسة جدوى على السلع والبضائع اللي هي أقل كفاءة من أي شيء اللي تتورد ونزلت بالأسواق. ارتباطها بوزارة الصناعة مو ملاسق، لأنه أنت اليوم حتفتح أسواق مركزية بإنتاج. الآن التهيئ والكلام والخطط والمفاهيم اللي تطرح الهدف منها التنمية، استغلتها وزارة التجارة؟ لا. قامت بالعمل معين بهالخصوص وزارة الصناعة؟ لا. هناك محددات داخلية ومحددات خارجية. المحددات الداخلية انتشار الفساد التجاري، بحيث قامت توصلنا بضاعة تنزل من باب المعظم توصل لي باب الشرجي تشوف لك 6000 فقرة مطروحة على الرصيف وعلى العربات، هاي كلها تدمير للاقتصاد للصناعة العراقية. يمكن تلقى 50 نوع من البنطلونات، من الملابس، من الفانيلات، من المقسام، ملابس الداخلية، من صناديق، كافة الأنواع. طيب اليوم كل أشكال. أنت بوجهة نظر اقتصادية دكتور، أيهما تفضل، الاستثمار الأسواق المركزية أم إعادة افتتاحها أم إعطائها لمؤسسات أخرى، مؤسسات الدولة، يعني أم ماذا تفضل؟ حضرتك قلت الاستثمار، عندنا فقرة أو مشروع ناجح بالاستثمار على الإنشاءات يمكن صار به نسبة 5%، ما عندنا. طيب ليش الاستثمار القطاع الخاص فيما يخص المولات ناجح أثبت نجاحه؟ المول سلاح ذو حدين. الحد الأول تدمير الصناعة الوطنية. ما أكو ولا مول يخلي منتج وطني، هاي واحدة. شيء ثاني خروج عملات الدولار، عملة الدولار اللي احنا بأمس الحاجة إلها. الشيء الثالث المستورد مستهلك. طيب ايش تفضل جنابك؟ اذا فكرت وزارة التجارة وزارة الصناعة والجهة المسؤولة عن المصارف بقرار بسيط
تمويل وسددوه للدولة قرض وليس تخصيص، إعادة إعمار الأسواق المركزية، لأن هذه راح يكون إنتاج. بس الجنابك اللي تحدث به أكبر من يمكن إمكانيات الدولة حالياً. لا 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 لا. يراد إحنا شو نرجع حتى نفتتح الأسواق المركزية؟ يراد نرجع المنتج الوطني. هسه بخلال 6 شهور ترجع. هسه سهل بوجود هذا الزخم الكبير من البضائع المستوردة. هسه أحكي لك فقرة تتعاون بيها، يصدر قرار خلال ساعة، يبرمج القرار ويصدر على كافة المصارف الحكومية والأهلية التزام تنفيذ 20 مشروع صغير ومتوسط صغير مع القطاع الخاص، صناعي زراعي. احنا مصارفنا ايش تسوي؟ صيرفة هاك وضي ودع اخذ تطلع، ما شاركت في العملية الاقتصادية. انت معناته سنويا تدخل 1600 منتج. 1600 منتج. هاي في حال إذا تعاون القطاع المصرفي بهذا. ما في حالة، أنا أكو عندي دولة. إحنا تفرض على المصارف. عندنا نظامنا الاقتصادي رأسمالية الدولة المتهرئة المتخلفة، ما عندنا نظام اقتصادي واضح، فهاي الفقرات تنعشها. أنت تنعش قطاعات الوطن. إذا صار الإنتاج على هاي الطريقة حصرا، هاي الطريقة حصرا، أنت تدخل 1600-2000 مادة سنويا على السوق المحلي وثم على الأسواق المركزية. قليلة؟ لا أكيد مو قليلة. قطاع الخاص يريد يشتغل، قروض ميسرة، شركات تأمين تؤمن على البضاعة على المشروع، صارت 3 جهات منتجة و3 جهات مراقبة، انتهى الفساد. تمام دكتور، عذرا مقاطعة لضيق الوقت، آخر شيء حبيت أسألك، شو وقت آخر مرة زرت الأسواق المركزية؟ في أي سنة؟ بالحصار. بالحصار؟ أي بالحصار، كنا نروح نسوق منها علاقة هيك الكبرى، يطلع الموظف نشتريها منه ب50 دينار. يعني من النسكافي إلى المناشف موجودة كلها. أنا شفت تفاعل غريب بصراحة بمقطع فيديو نشرته خلال صفحتي، شفت الناس رجعت للذكريات القديمة الحلوة، رجع أملها بأنه يتم افتتاح منصات فيسبوك أطلقت مطلب وطني عودة الأسواق المركزية. المواطن محتاج الأسواق المركزية، المواطن محتاج والدولة أكثر حاجة. اللي حارب الأسواق المركزية تجار العملة، لأن راح الاستيراد راح يصير مركزي وهم ما راح يستغلون فلوس، ما يقدرون يأخذون الدولار، بعدين هذا راح يباع بالدينار العراقي. تقوية للدينار العراقي، تعويض عن الدولار اللي دا يأخذ. أنت بس مجرد الآن خلي الحكومة تحاول تدخل إلى علاج الفساد في البنك المركزي في نافذة بيع العملة، ما يبيع 30 مليون باليوم، هسه 200. ليش؟ لأن تهريب ماكو. الأسواق المركزية راح تحدد الاستيراد وتكون تاجر جملة أيضا، تاجر جملة للمواطن اللي دا يستورد من التاجر. صناعة الجواريب احنا نحتاج سنويا 25 مليون زوج جواريب، شنو تكلفتها؟ معاملنا موجودة اللي معطلة، وأنطي مشاركة على المعامل 25 مليون زوج جواريب، 100 مليون لملابس داخلية، 50 مليون تيشرت للتلاميذ والطلبة بالزي الموحد، ما حد يفكر بيها. قاعدين يتمنطقون أريد أبني مصفى وأريد أبني بتروكيماوات، شغل الناس. هاي الناس من تشتغل كل شيء تقدر تكمل. الأسواق المركزية تحتي سنة ونص على ما يعيدون إعمارها بالتعاون مع البنوك، سنة ونص تنتج عندك تدخل 4000 مادة. طيب مجلس النواب أسهم بتدمير الأسواق المركزية أم بمحاولة إحيائها؟ مجلس النواب إيش أحيا؟
إيراد قضية تشريعية أحيا يعني أعطيني في المواضيع أعطيني قدمت الدولة مشاريع جاوبها نعم جاوبها لا القانون والإرادة الوطنية سيظهران أم ماذا؟ أكثر من 540,000 دونم مساحة 18 سوق مركزي كان يضاهي أسواق دول الجوار تلك الصروح الاقتصادية تحتاج لقرار وطني يعيد ركناً من أركان الاقتصاد العراقي إلى ملف آخر ألتقيكم على خير.